ريتا بأيلول الماضي تزوجت من الطبيب عبد الله رباس بعرس بقبرص، اقتصر على المقربين وطلعت من العرس بس صورة واحدة الناس قدرت تشوفها، والليلة رح نشوف الصورة الثانية لإلكم سوا. هيدي نزلت على انستغرام كمان، نزلت على انستغرام. كثير بتحبي انه تخلي هيدي من العرس، هيدي جديدة؟ هيدي ايه بعد ما حدا شافها، هيدي بعد ما حدا شافها بس 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 بحديث البلد. إيه بدك تضربها هيك حتى ما حدا ياخذها محل ثاني. كثير بحديث البلد كثير حلوة الصورة. شو بتخبرينا عن الدكتور رباس وليش بتحبي انه هالقد حياتك الخاصة ضلها خاصة البلد. يعني انه حتى صور من العرس ما طلعتي انجأ يعني ليخلي اسمي شب لا يشيلوا الصورة ما بعد ما شيلوها بدي يضل مضطر كل ما هي الصورة عرفت خلاص في كبسه عندك ايه سيلانس هيدا السيلانس هيدا لانه سكتناه هديك الساعه خلص رح ارجع لك بالحديث وبتحكي اللي كان بقلبك تحكي لا ما بدي اياك انا ما بدي اياك تتضايقي ولا لا من ريتا حسي بالذنب بدي اقول لك عم تساليني عن حياتي الخاصه انا يعني كثير انه بيقولوا بور فيفر اورو فيفون كاشي وبعتمد هالشيء شوي عم بايدهم ميشيل انا بقول حكم انا اليوم عم بايدها انت ايديا جود ايديا بقى بفضل حياتي خاصه انا وعبد الله الضله لالي من هيك حتى طلبت من كل الناس اللي بعرسنا ما يحطوا صور لنا لا يصوروا اكيد بس ما ينزلوا صور لالي انا وعبد الله وشاركت صوره انا كثير حبيتها على السوشيال ميديا وهي ثاني وحده بس لحديث بس البلد بس حديث البلد وين بتنتخبوا ريتا؟ براس بيروت مزبوط انا صرت من راس بيروت اها انت هلا صرت رباس راس بيروت لانه رباس انت بالاساس وبالاساس وين دي الاساس هلا على التذكره لان احنا قلنا نفوسنا بتعرفي كيف بتصير كونجراتوليشن بعتقد هيدي بعدها نحن بنصور بس بنفس استوديو للزميل خيار رباط من منا وجر بعتقد هيدي بعدها من منا وجر بعدها عم ينزل معلقين فوق بس داروا المراوح عم ينزل هيدي مش منا هيدي وجر كفي ريتا من المكحول يعني رباط ما ليش خلوا حدا وين نسيتها من وين انفوسها على التذكرة كنا عم نقول انفوسنا من الحدث حدث بعبده هلا صارت من عندنا من بيروت هلا من بيروت انا قلبي من بيروت هلا نحن الاشرفيه اشرفيه وحضرتك من الشوف نحن الحمد لله كسبانين نحن قرايب انتوا قرايب مزبوط طيب شو كنت بدك تقول للوزير حصواني لنخلص من هالفراستريشن الليله شو كنت عم بقول لا ما عم بقول انه كنا عم نساله انه عم بينزل على الوزاره بعد نص بعد نص ليل وانه جبران بسير اللي بيلعب فوتبول الساعه واحدة بعد نص ليل انه اي ساعه بيلحق يعمل او يلعب فيفا او شيء قلت لك يا ريت ما خليتيه يحكي شو يا ريتنا ما اعطيناه الفرصه لكن ما قلبي حسني وقتها سكتته يا ريتنا ما اعطيناه هو بحب الفوتبول بيلعب فيفا وبيلعب بيلعب شو عم بقول؟ كونجراتوليشن عم يغير الموضوع شو بدي اعمل فيه؟